بكم في الخط الأخضر. فشل استخباراتي للاحتلال في قطاع غزة، تلاه إخفاق عسكري وارتباك في المشهد السياسي أطاح بوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وسط نظر متسارعة لاحتمال حل الكنيسة والتوجه لانتخابات مبكرة. تطورات سياسية متسارعة في إسرائيل، والعد التنازلي للانتخابات يقابله ارتفاع عداد المزايدات السياسية لفرض توازنات سياسية جديدة. إسرائيل وتحولات الساحة السياسية بعد العدوان الأخير على غزة موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونناقشه في محورين: أسباب الارتباك السياسي والعسكري الإسرائيلي، ضبابية المشهد السياسي إلى أين. لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، السيد مسعود غنايم عضو القائمة المشتركة عن الحركة الإسلامية، والسيد الصحفي سليم سلامي المختص في الشأن الإسرائيلي، أهلا بكما. فقبل أن نبدأ نقاشنا نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز المستجدات في الساحة السياسية الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي. ما كان مفترضا أن تكون عملية سرية محدودة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليلة الأحد الماضي تحولت إلى فضيحة عسكرية وسياسية له، قادت إلى شفير حرب جديدة على القطاع، ومن ثم إلى أزمة سياسية في الحكومة الإسرائيلية ما زالت غير معروفة المآل. ففي مقابل المنهجية التي ميزت رد المقاومة الفلسطينية عبر كشف المجموعة الإسرائيلية التي تسللت داخل القطاع أولاً، وإطلاق أكثر من 400 صاروخ وقذيفة نحو البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع ثانيا، برزت إسرائيل وكأنها دون استراتيجية أو خطة بديلة في حال انكشاف العملية أو فشلها، حتى أن إدارة الأزمة بدت مرتجلة وخاضعة للمزايدات السياسية مع سعي المسؤولين الإسرائيليين إلى الدفاع عن صورتهم السياسية على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية. ضبابية التعامل الإسرائيلي مع الأزمة من ليل الأحد حتى فجر الاثنين، وانعكاس ذلك على التلفزة الإسرائيلية ووجوه المراسلين العسكريين المتجهمة، وقطع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى فرنسا، والارتباك الإسرائيلي مقابل الثقة العالية التي ميزت تعامل المقاومة الفلسطينية، كل ذلك أدى إلى شعور شعبي إسرائيلي بأن إسرائيل فشلت في التعامل مع الأزمة الأخيرة، وربما دخلت مرحلة جديدة أهم ملامحها اختلاف معادلات القوة عما كانت عليه سابقا. أخيرا كان المنات لودي لتبترتي من تفكير سارة بتفونس مدينة إسرائيل. أفيغدور ليبرمان وزير الأمن الإسرائيلي الذي ظل خلال الأعوام الماضية يتوعد حركة حماس باختيال قياداتها خلال 48 ساعة، كان أول ضحايا هذا الفشل العسكري في غزة، فقد سارع إلى تقديم استقالته مهاجما نتنياهو ومتهما إياه بعدم القدرة على مواجهة الأزمة. فهل سينفرط عقد الحكومة الإسرائيلية أم أن حسابات السياسة والانتخابات غير حسابات الميدان؟ أهلا بكم مجددا سيد مسعود، سأبدأ معك. ما هي أبرز يعني مشاهد أو أبرز معايير الأزمة السياسية الإسرائيلية الحالية؟ يعني من الواضح استقالة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان يدل على مدى عمق الأزمة التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، وكل ذلك بسبب الفشل الذي حدث في الحرب على غزة. بطبيعة الحال أدى كل ذلك إلى كرة ثلج متدحرجة بالتالي لكي يتم تبكير الانتخابات، والآن الصراع بين أقطاب هذه الحكومة، من يتحمل الفشل أكثر، من سيربح انتخابيا ومن سيخسر انتخابيا. يعني أفيغدور ليبرمان هو اعتقد أنه يريد أن يضرب ضربة استباقية دعيني أقول، أو أن يقفز من السفينة الغارقة للحكومة أولا، من أجل أن ينقي وينظف نفسه من خيبة الأمل والفشل الذي حدث في غزة، ويلقي بالتهمة بطبيعة الحال على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لذلك كل عملية شد الحبل الآن حول قضية متى يكون موعد الانتخابات هي ستكون مبكرة، يبدو أنها ستكون مبكرة، ولكن هل ستكون في شهر 3 في أذار أم في أيار أم في حزيران، كل عملية شد الحبل بالتالي
هي قضية انتخابية بالدرجة الأولى بين أقطاب الائتلاف الحكومي، وأيضا مطلب نفتالي بنت في قضية وزارة الأمن أيضا يتعلق بقضية من سيكون الأقوى في معسكر اليمين، من سيربح انتخابيا ومن سيخسر من كل ما حدث في غزة يعني في صراع بين الأحزاب اليمين. صراع بين الأحزاب اليمين. أنا باعتقادي هذا هو الموجود حاليا اليوم بين كل طيب الأطراف. ما هي الخيارات المتاحة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في هذه الأزمة؟ من الواضح إذا ما نظرنا إلى التطورات منذ انتهاء عملية العسكرية في قطاع غزة وحالة الارتباك السائدة في إسرائيل، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يكن يتوقع أن تؤول هذه العملية العسكرية إلى هذا التطور السياسي الذي برأيي فاجأه. وهو يعني إن قرر الذهاب إلى انتخابات سيكون مرغما، ولكن دعيني أقول بشكل أوسع، ما حدث الآن يدلل على واقع السياسة الإسرائيلية المأزومة ليس من اليوم وإنما منذ عقود. السياسة الإسرائيلية مأزومة بالقضية الفلسطينية منذ عقود، والسياسة الإسرائيلية حين أقول السياسة الإسرائيلية أقصد اليمين وما يسمى اليسار. إذا نظرنا إلى هذه الحالة الإسرائيلية السياسية نرى أن وضع القضية الفلسطينية هو الذي يملي التطورات السياسية في إسرائيل، وهذا بالرغم من حالة التشرذم الفلسطيني والضعف الرهيب، وبالرغم من حالة التفكك العربي، وبالرغم من الوضع الدولي الممالئ والمساند لإسرائيل سواء بالمساندة الفعلية أو بالصمت. نستطيع أن نقول أن منذ عقود على الأقل في العقود الأخيرة إسرائيل تتناوب بين ائتلافين، نوعين من الائتلافات الحكومية، ائتلاف ما يصنف بأنه اليمين، وائتلاف آخر يصنف بأنه اليسار أو يسار الوسط والحلفاء. ولكن كلا هذين الائتلافان يعتمدان نهجا واحدا، يختلف في الطريقة، لكنه في نهاية المطاف يستهدف تكريس الاحتلال الإسرائيلي وإدامته. يعني إن كان يسار أو ما يسمى يسار أو يمين. نعم. يبقى السؤال مريم، هو سؤال الثمن. هل إسرائيل مستعدة لدفع الثمن؟ الأثمان. طيب سيد مسعود، ما هي هل إسرائيل فعلا مستعدة لدفع الثمن في هذه الأوقات؟ يعني أنا باعتقادي المأزق الذي وضعت فيه حكومة إسرائيل الحالية نفسها هو مأزق. السبب الأول فيه أنه حكومة نتنياهو التي وعدت بالتالي بالتخلص من حركة حماس، أو وعدت بالتالي بأن تستطيع إنهاء القضية الفلسطينية ويدها هي العليا أو حسب ما هي ترى، أنا باعتقادي أتت هذه العملية في غزة من أجل إفشالها. نحن يجب أن لا ننسى السياق هو أنه الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع دول في المنطقة كانت باتجاه تسوية ما في قضية غزة، بمعنى الأموال التي دخلت، الوقود الذي دخل، فبالتالي الذي أدى دعيني أقول إلى أن الوضع يختلف تماما هو العملية الاستخباراتية الإسرائيلية التي حدثت والتي لم تكن في الحسبان، بالتالي أن تفشل وأن تؤدي إلى مواجهة. هذا السياق. لم تتوقع إسرائيل المواجهة بعد هذه العملية؟ أنا باعتقادي هي لم تتوقع أن يكون رد الفعل. فشل العملية أولا، وثانيا رد الفعل الذي كان من غزة، أنا في الحقيقة لا أقيس بكمية الصواريخ التي 500 صاروخ، أنا أقيس بصاروخ الكورنيت الذي كان دقيق جدا، بحيث أن الذي أطلقه كان يملك من الدقة بحيث يدع الجنود الإسرائيليين يخلون الحافلات، لأنه أراد أن يبعث برسالة قوية أن ميزان القوى والردع فيه بعض الاختلاف، أو كما قال أحد المحللين، قال حماس لم تعد تزعج إسرائيل وإنما أصبحت تستطيع أن تؤذيها. فبالتالي هذا الميزان القوى. أنا برأيي
هذا الميزان الذي يعلم نتنياهو. أنا باعتقادي إسرائيل تعلمه، لذلك قبل بوقف إطلاق النار، لأنه الثمن سيكون بالتالي، يعني إذا كان وقف إطلاق النار أدى بالتالي إلى خفض بعض التأييد، يعني إلى ضرب بعض التأييد لنتنياهو وهو مؤقت أنا برأيي، بالتالي سيحوز على التأييد كما كان في السابق. الثمن الحرب لنتنياهو هو مخسر أكثر، لأنه بالتالي الضحايا الإسرائيليين ومن الجنود الذين سيقعون بالتالي نتيجة هذه المواجهة التي كانت قد تكون لو لم يوقف إطلاق النار سيكون مفعولها مدمر أكثر على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو انتخابيا. طيب كيف أثرت فعلا هذه الأزمة على بنيامين نتنياهو وشعبية بنيامين نتنياهو في إسرائيل؟ هل ازدادت؟ قلت؟ لا أعتقد أن شعبية نتنياهو هي السؤال المركزي في الموضوع. السؤال المركزي في الموضوع هو من يحكم إسرائيل وأي سياسات تحكم إسرائيل وإلى أين تتجه إسرائيل في كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ليس الصراع الإسرائيلي العربي، لم يعد هنالك صراع إسرائيلي عربي، يعني انتهى هذا المصطلح، تحول الصراع هذا المصطلح إلى صراع هو منذ زمن بعيد صراع إسرائيلي فلسطيني. والسؤال المركزي هو إلى أين تتجه إسرائيل في هذا الصراع. هنالك نوعان في إسرائيل، النوع الأول هو الحكومة الحالية أو اليمين إجمالا الذي ينهج منهج إدارة الصراع، وهناك المنهج الآخر الذي يمثله ما يسمى اليسار ويسار الوسط الإسرائيلي، والذي ينهج منهج محاولة حل الصراع ولكن بما يخدم الأهداف والمصالح الإسرائيلية وبضمنها في صلبها تكريس الاحتلال. وهذا ما فعله في الحقيقة، هذا ما فعله بيرس ورابين في أوسلو، يعني محاولة حل الصراع أو ما يسمى استمرار في العملية السلمية. العملية السلمية التي يعني استمرت عشرات السنين دون أن تؤتي أي ثمار تذكر، وإنما هي محاولة لإسكات العالم، الرأي العام الدولي بأن إسرائيل تحاول أن ولهذا لم ترغب في حرب على غزة ربما؟ يعني أنا لا أعتقد أن إسرائيل إسرائيل لم ترغب في حرب لاعتباراتها الداخلية وليست لاعتبارات، هذا رأيي وليس لأي اعتبارات أخرى. أنا لست شريكا، مع كل احترامي وتقديري لما تقوم به المقاومة الفلسطينية على اختلاف تنوعاتها في قطاع غزة، ألا أعتقد أن السؤال العسكري هو الذي يحسم؟ يعني إسرائيل قادرة عسكريا أن تحتل قطاع غزة، وهذا ما رأيناه كما أيضا في عدوانات سابقة. السؤال الأساسي هنا هو الثمن الذي ستدفعه إسرائيل رغم تفوقها العسكري الواضح تماما، ومن الواضح أنها لم تريد أن تدفع الثمن. عودة إلى الساحة الإسرائيلية، إلى أي مدى الحرب المركزية التي تشهدها إسرائيل هي حرب بين حزبين بقيادة بنت البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا أو إسرائيل بيتنا، إلى أي مدى الحرب على الأحساب على أصوات اليمين وبين أحزاب اليمين؟ هي ليست القضية المركزية، بالتالي يعني الصراع بين أحزاب اليمين من يرأس ومن هو الأقوى هو ليس جديد، كما أن قضية تبكير الانتخابات ليست جديدة. يعني نحن كنا نتحدث دائما أنه بعد الانتخابات المحلية نتنياهو سيحزم أمره في قضية بسبب قضايا والتحقيقات وقضايا الفساد بسبب قانون التجنيد، هناك عدة أسباب تدعو نتنياهو لتبكير الانتخابات. ولكن ما حدث في غزة أنا برأيي هو أدى أكثر إلى أن يضع على المحك بشكل أكبر قضية الصراع في اليمين. لا ننسى أنه طوال هذه المدة كان الصراع بين نفتالي بنت وبين أفيغدور ليبرمان كوزير للأمن. نفتالي بنت دائما كان يهاجم أفيغدور ليبرمان بأنه لا يستطيع أن يقوم بمهمته كوزير أمن، لم يقم كما يجب من أجل أمن إسرائيل، والعكس كان أيضا ليبرمان يهاجم نفتالي بنت. قضية الصراع في داخل اليمين زاد حدة بعد العملية التي حدثت في غزة، والآن مطلب نفتالي بنت والبيت اليهودي بوزارة الأمن هي دعيني أقول انتصار نهائي يعتبره البيت اليهودي على خط أفيغدور ليبرمان، وأيضا يعتقدون بأنه درجة قوية في قضية تحدي بنيامين نتنياهو برئاسته لليمين. ولكن أنا برأيي بنيامين نتنياهو يملك من الذكاء السياسي والتجربة السياسية الكافية
من أجل أن يخرج من كل هذا الصراع في داخل اليمين ويده العليا. كيف؟ بمعنى هناك عدة سيناريوهات. بعض السيناريوهات تقول هو ممكن أن يعطي دعيني أقول وزارة الأمن لنفتالي بنت وبالتالي يفشله. بالتالي نفتالي بنت الذي يعد كما وعد فيكتور ليبرمان. فيكتور ليبرمان كان يقول في السابق 48 ساعة سأعطي هنية وبعد ذلك إذا لم يستسلم أو إذا لم يقفل هاي سأختاله أو سيخرج مستسلما ولم يفعل شيء. بالتالي أنا باعتقادي أيضا نفتالي بنت سيصطدم بالواقع. بالتالي المستوى العسكري في إسرائيل يعني وزير رئيس هيئة الأركان المخابرات الشباك هم بالتالي من يقرر المستوى السياسي. قليلة هي اللحظات التاريخية التي كان فيها المستوى السياسي في إسرائيل هو الذي يقرر متجاوزا المستوى العسكري. لذلك هذا قد يكون أحد السيناريوهات. ليس يعني بالتفاهم المستوى السياسي والمستوى العسكري. ممكن أن يكون بالتفاهم ولكن بالتالي يعني رئيس هيئة الأركان هم من يعرفون بالتالي حد قدرات إسرائيل وما هو الثمن الذي يدفع ما الذي يستطيعونه وما الذي لا يستطيعونه. ولكن أنا باعتقادي قبول نتنياهو لوقف إطلاق النار أنا حسب رأيي كان صحيح. اولا انا حسب رايي كان في مكاله وصحيح لانه لا نريد بالتالي ايضا نحن لا نريد ضحايا ولا نريد تدمير بالتالي لغزه. ولكن احد اسبابه انا برايي هو ما يطبخ انا بالتالي لا استطيع ان افصله لا عن ما يسمى بصفقه القرن والتي سنعود اليها ولكن سنعود لصفقه القرن. ولكن دعنا نتحدث عن تداعيات استقاله ليبرمان ووزاره الامن. لمن ستكون وما هي تداعيات استقاله ليبرمان اليوم؟ يعني التداعيات لهذه الخطوه واضحه. هنالك خياران امام نتنياهو. اما التنازل عن وزارة الأمن وتسليمها لنفتالي بنت وإما الذهاب إلى انتخابات. أعتقد أن نتنياهو ليس متحمسا هذا تقديري الشخصي ليس متحمسا لخوض الانتخابات الآن في ظل الغموض الذي لا زال يكتنف كل قضية التحقيقات الجنائية والملفات ملفات الفساد التي تورط فيها. يعني هو يريد أن يحقق شيئا ما لا أعرف ما هو بالضبط. هذا ما يقرر المستشار القضائي للحكومة في قضية الفضائح وملفات الفساد ومنها ينطلق إلى انتخابات. ولذلك قلت في البداية أن الموضوع كان بالنسبة له مفاجأة. الاحتمال الآخر الخيار الآخر هو أن يمنح بنيامين نفتالي بنت وزارة الأمن. أتفق جزئيا مع ما قاله الأستاذ مسعود بأن هذا سيكون امتحانا يثبت فشل بنت مرة أخرى. ولكن تولي بنيامين بنت تولي نفتالي بنت وزارة الأمن يشكل بالنسبة له قفزة كبيرة نحو موضعة نفسه كمرشح منافس قوي جدا على رئاسة معسكر اليمين في إسرائيل. كيف ترى صحيح كيف؟ أولا أنا أتفق مع اللي قاله. أنا سبق وتحدثت أنه في قضية بالصراع في داخل اليمين هو صراع على خلافة نتنياهو بالتالي. يعني بالتالي بنيامين نتنياهو حتى في هذه الانتخابات هناك أصوات جدعون ساعر وغيره حتى في الليكود تقول أنه يكفي خاصة إذا اتضح أنه هناك لائحة اتهام ضده فهو سيضطر بالتالي إلى الاستقالة. ولكن هو يريد تبكير الانتخابات كما نعلم جميعا أنه يريد أن يكون رئيس وزراء ومدعوم شعبيا في انتخابات إذا أتت لائحة اتهام بالتالي سيواجهها دعيني أقول من منطق قوة. نعود للصراع في داخل اليمين. يعني لا شك تبوء نفتالي بنت أولا هناك جهات طبعا معارضة لذلك يعني كحلون درعي سمعت في الصباح أيضا أو قبل قليل جفني من يهدو الترا يقول بمعنى أنهم يتحفظون من استلام نفتالي بنت لوزارة الأمن لأنه هذا سيؤدي إلى طلبات أخرى من باقي أقطاب الائتلاف الحكومي. يعني هذا تقدم كبير أن يعطى حزب مثل البيت اليهودي هذه الوزارة. ولكن لا شك تبوء لوزارة الأمن تبوء لبضعة أشهر
قد يكون عامل فشل وقد يكون عامل نجاح. وأنا باعتقادي إذا نتنياهو هو المتحكم بهذه القضية سيعمل على إفشاله. ولكن هو المتحكم فعليا. أنا باعتقادي نتنياهو هو المتحكم. يعني نتنياهو حتى الآن أثبت أنه يستطيع أن يجعل من أي وزارة مهمة مقبرة للآخرين. وعامل فشل للآخرين يعني. ومن جدعون ساعر وحتى ليبرمان وحتى لبيد عندما كان وزير مالية في الحكومة السابقة. هذا الرجل لديه هاجز واحد. أن يبقى في السلطة. هاجس البقاء، ولديه دعني أقول مجسات حادة لكي يميز من ينافسه ومن يستطيع أن يشكل خطر عليه من أجل أن يتخلص منه بالتالي. نعم. طيب في حال كانت في انتخابات مبكرة، كيف يعني ما هي قراءتك لهذه الانتخابات؟ هل سيستمر نتنياهو الزعيم الوحيد في السلطة؟ في الواقع الموجود اليوم في إسرائيل، في الواقع السياسي القائم في إسرائيل، لا أرى إمكانية لتغيير نتنياهو. أصلا لا أرى إمكانية لتغيير اليمين، يعني ائتلاف اليمين، لا أرى هذه الإمكانية. المنافس لليمين هو في حالة مزرية، في حالة سياسية وشعبية مزرية، وبالتالي الصراع هو في اليمين داخليا، هو صراع داخلي في اليمين، وهذا هو الصراع أيضا بين يمين نتنياهو وليبرمان وبنت. وعلى هذا أيضا أسس ليبرمان خطوته في تقديم الاستقالة، وقد أثبتت يعني الاستطلاعات التي أجريت فور تقديم الاستقالة أثبتت أن خطوته كانت مربحة من ناحية انتخابية يعني. ولكن في نهاية المطاف في المحصلة السياسية واضح تماما أن الرأي العام الإسرائيلي، ما يمكن أن نسميه رأي العام الإسرائيلي، هو ليس بالضبط رأي عام إسرائيلي، هو ليس منزاحا نحو اليمين، يعني هو غارق في اليمين. هو غارق في اليمين تأسيسا، ويؤخذ من اليمين عنصر واحد، يعني في اليمين هو نظرية سياسية شاملة، ولكن هنا يؤخذ من اليمين عنصر واحد، العداء للشعب الفلسطيني والمعارضة يعني القاتلة لأي حل لهذا الصراع مع الشعب الفلسطيني. هذا هو اليمين في إسرائيل، وبالتالي نستطيع أن نحسب في اليمين أيضا أوساطا واسعة مما يسمى وسط في هذا المنظار يعني السياسي. نستطيع أن نحسب يعني كيمين أوساطا واسعة ممن نعتبرهم وسط أو يسار وسط. طب سأعود إلى غزة. نعم. بالنسبة لإسرائيل اليوم كما تحدثنا لم يعد الحل عسكريا بل الحل سياسي. طبعا كيف برأيك؟ الحل العسكري تستطيع، يعني كما ذكر، تستطيع إسرائيل بالتالي على المدى البعيد بقوتها العسكرية الكبيرة والهائلة، دعيني أقول، أن تحتل قطاع غزة. ولكن هم يسألون أنفسهم بالتالي هل سنعود يعني نحكم قطاع، هل سنعود نحكم مليونين فلسطيني بهذا الوضع القائم في قطاع غزة؟ نحن لا نستطيع. بالتالي اثنين الثمن، كم من الضحايا. لذلك الأفضل، وأنا باعتقادي هذا ما يقوم به نتنياهو أيضا، الأفضل أن يكون حل سياسي وليس حل عسكري. ما هو الحل؟ هذا الأفضل. بطبيعة الحال أنا وجهة نظرنا واضحة، الحل هو فك الحصار. الحل لا، وجهة نظر إسرائيلية. وجهة النظر الإسرائيلية أنا برأيي سقطت النظرية الإسرائيلية التي كانوا يسخرون فيها منا. كانوا بالكنيسة يسخرون، يقولون لنا ما الذي تريدونه؟ دولة فلسطينية، لكم ثلاث دول، دولة فلسطينية في غزة، دولة فلسطينية في رام الله، وبتكون دولة فلسطينية في الجليل. أنا باعتقادي نظرية فرق تسد التي اتبعتها إسرائيل والتي اعتقدت من خلالها أنه من خلال الانقسام هي تستطيع أن تحكم أكثر، أنا باعتقادي هذه المواجهات أثبتت فشلها. يتضح أنه على العكس من ذلك. يعني قضية تحاول أيضا التفاوض بحماس طبعا لتكريس لتكريس, لتكريس الانقسام، ولكن بالتالي يتضح أنه تكريس الانقسام هو ليس لصالح إسرائيل. هو ليس بالضرورة أن تقوم إسرائيل بالسيطرة على كل العملية والتحكم بها بالتالي كما هي تريد. هذه وجهة نظري بطبيعة الحال. يعني المصالحة دعني أكون بين قوسين هي لصالح إسرائيل. ماذا يعني لصالح إسرائيل؟ بالتالي هي إسرائيل سعت في البداية إلى أن تعود السلطة الفلسطينية إلى غزة. هي تريد ذلك، ولكن هي تريد بشروطها. ولكن الآن تتفاوض بدون السلطة الفلسطينية. بطبيعة الحال هي أنا باعتقادي المواجهة الأخيرة وتأثيراتها وما حدث يثبت فشل هذه الرؤية. يثبت أنه حالة الانقسام الفلسطيني قد تكون عامل
قوة بين قوسين طبعا، كل حالة الانقسام يعني طبعا رفضها ونعتبرها عامل ضعف فلسطيني، ويجب أن يعود البيت الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، هذا أقوى للمشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة عدوانها وفي مواجهة الاحتلال نقطة. هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون، ولكن كواقع كما نقرأ الواقع وما يحدث على أرض الواقع أنه حالة الانقسام الفلسطيني هي ليست لصالح إسرائيل، بالتالي وما حدث في غزة أخيرا يثبت ذلك. هي تحاول تكريس، هي تحاول أن تقول نحن لدينا مسار معين مع غزة يقول أعطوهن السلام الاقتصادي وأشبعوهم من أجل أن لا يخرجوا إلينا بالصواريخ، ومع السلطة الفلسطينية طبعا معروف شو الواقع التدجيني والتهجيني. نعم هناك. طب هل الحل السياسي هو أيضا الذي تسعى إليه إسرائيل هو جزء من صفقة القرن ربما الآتية برأيك؟ يعني صفقة القرن هي المخرج الذي اقترحته الإدارة الأمريكية الجديدة على إسرائيل للخروج من مأزقها هذا. ليس لدى إسرائيل أي برنامج سياسي، ليس لدى إسرائيل الرسمية السياسية، ليس لديها أي أفق سياسي، هي تعيش على حالة إدامة الصراع وإدارة الصراع. هذا يعني هذا نستطيع أيضا استدلاله من مما تسرب من الاجتماعات الأمنية السياسية الكابينيت الأخيرة. يعني نقل عن أحد الجنرالات قوله أنه ليس لدى القيادة الإسرائيلية السياسية أي خطط استراتيجية، ليست لديها أي رؤية استراتيجية، وبالتالي ليست لدى إسرائيل حلول سياسية. إسرائيل تعيش على الصراع وإدامة الصراع، إسرائيل تنتظر الفرج الأمريكي والفرج العربي. هذا وهي فعلا يعني استخدمت الفرج العربي طبعاً. في يعني في سياق التطبيع طبعاً. وهذا سؤال يعني حرب على غزة ومن والشق الآخر أيضا تطبيع مع دول عربية، كيف ترى هذا؟ أولا هذا ما تريد إسرائيل، بالتالي تريد يعني عدم ربط حل القضية الفلسطينية بالتطبيع مع العالم العربي، هذا تريد إسرائيل من البداية. هذا يقول أنني أريد ثمار السلام دون أن أقوم بعملية سلام حقيقية وأعطي الناس حقها. وللأسف الشديد هذا ما يحدث من بعض الأنظمة العربية المتعاونة مع إسرائيل من أجل تطبيع نهائي، ولم نعد أصبحنا نرى تأثير إسرائيلي في الموقف العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وليس العكس للأسف. للأسف. عضو القائمة المشتركة السيد مسعود غنايم والصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي السيد سليم سلامي، شكرا لكما. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة أخرى وزاوية أخرى من الخط الأخضر.